بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من مادة الرياضيات. محاضرتنا هذه ستكون عن موضوع تطبيقات الاشتقاق الجزئي Partial Differentiation Applications، وسنأخذ الجزء الأول منها. أرحب بكم في هذه المحاضرة، أنا محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور محمود عباس محمود. في حالة وجود أي استفسار أو أي إشكال تحتاجون السؤال عنه، بإمكانكم الاتصال على عناوين البريد الإلكتروني المبينة أمامكم. أهلا وسهلا بكم. نبدأ محاضرتنا بمراجعة للمحاضرات السابقة اللي كانت عن Partial Differentiation. وضحنا بها Partial Differentiation وكيفية الاشتقاق الجزئي وأنواع المشتقات الجزئية، المشتقة الأولى والمشتقة الثانية، وأخذنا الأنواع المختلفة للمشتقات، وبدينا بها في الجزء الأول والجزء الثاني من محاضرتنا السابقة وكانت المحاضرة الخامسة. فعرفنا أنه عملية الاشتقاق الجزئي هي عملية بسيطة ومباشرة، كل ما نحتاج به أنه نعتبر أحد المتغيرات ثابت ونشتق لأحدهم، والبقية كلها نعتبرها نأخذ أحدهم ونشتق له والبقية كلها نعتبرها ثوابت، وبذلك يكون الاشتقاق بسيط جدا. في هذه المحاضرة راح نأخذ يعني أسلوب تطبيقات Partial Differentiation، ونعتبره كتكنيك أو كتقنية لعملية التطبيقات الهندسية أو التطبيقات الأخرى. هسه نقدر بعد ان احنا عرفنا انواع المشتقات الجزئيه وكيفيه الاشتقاق الجزئي، نقدر نتقدم خطوه اخرى الى الامام في هذه المحاضره. راح ناخذ موضوع اللي هو عمليه التزايد او التغير البسيط small increments، يعني معناه عندنا زيادات البسيطه او الصغيره، وحقيقة هي التغيرات، لأنه قد يكون زيادة وقد تكون نقصان. فإذا رجعنا حتى نستذكر بالمحاضرات الماضية، أخذنا مثال عن الأسطوانة السلندر، وأخذناه بالأجزاء المحاضرة الخامسة الماضية، فسرح نرجع عليها مرة أخرى، رح نرجع عليها مرة أخرى حتى يكون عندنا نفس البداية ولا نفس الأساس. السلندر مثل ما أخذناه قلنا هو حجم السلندر اللي هو V، يعتمد على عاملين، يعتمد على عامل الارتفاع اللي هو h الهايت، والراديوس اللي هو نصف القطر، فهو راح نرمز للهايت بال h والراديوس بال r. فاذا عندنا الفوليوم يعتمد على العاملين او المتغيرين الاثنين. بالمره الماضيه اخذنا قلنا اذا اشتقينا جزئيا لل r فنعتبر ال h ثابت، وإذا اشتقينا جزئياً للـ H فراح نعتبر الـ R ثابت، وأخذنا التفاصيل مال هذا الموضوع. حقيقة هو حتى نبدي من نفس المكان، أخذنا قلنا الفوليوم هو باي R سكوير H، يعني إذا أخذنا علاقة الحجم مع نصف القطر ومع الارتفاع بهذه المعادلة اللي هي تمثل لنا حجم الأسطوانة، وهي المعادلة معروفة للجميع. أخذنا في وقته قلنا أنه إذا أخذنا المشتقة اشتقينا جزئيا للآر نسبيا للآر، فيكون عندنا الأتش ثابت كما قلنا قبل قليل، وفي هاي الحالة راح يكون عندنا الآر هو اللي يشتق له والأتش ثابت، والحالة الثانية أنه إذا كان اشتقينا للأتش فالآر راح يكون ثابت. وطلعنا قيم المشتقة الجزئية للفوليوم نسبة إلى الآر نصف القطر، وكانت 2 باي ار اتش، والمشتقة الجزئية نسبة للاتش كانت باي ار سكوير، وهذول اخذناهم بالمحاضرة الماضية. حاليا احنا قلنا هذا يكون متغير، هذا نشتق له وهذا يكون ثابت، يعني واحد منهم متغير واحد ثابت. لكن هسه احنا نريد نشوف ماذا يحصل اذا حصل التغير او حدث التغير للاثنين في وقت معا، يعني في آن واحد، الـ R والـ H
الاثنين راح يصير بيهم تغير. Both change simultaneously. يعني اثنينهم يتغيرون بنفس الوقت أو في آن واحد. راح نشوف شنو اللي راح يصير لنا. بهاي الحالة إذا قلنا تغير بالآر وتغير بالأتش، معنى هذا إنه الآر راح تزداد بشكل قليل بقيمة قدرها دلتا دلتا آر. يعني الآر راح يصبح آر زائدا دلتا آر. الزيادة صارت بالنصف القطر زيادة قليلة قدرها دلتا آر. وبنفس الوقت الأتش أو الهايت صار بتغير من أتش، صار أتش زائدا دلتا أتش، يعني صارت بأن زيادة قليلة قدرها دلتا أتش. فبهالحالة الفيش راح يصير، راح يصير لنا أيضا بزيادة قليلة قدرها في، قدرها في دلتا في عفوا، في زائدا دلتا في. فإذا أصبحت عندنا ثلاثة قيم، الفي زائدا دلتا في اللي هو الفوليوم اللي الجديد اللي صار، والأتش زائدا دلتا أتش، والآر زائدا دلتا آر. هذول إذا جينا عليهم حولناهم إلى معادلة بالاستفادة من المعادلة السابقة، معناه V زائد دلتا V اللي هو الفوليوم الكلي يساوي لنا الباي في نصف القطر الكلي تربيع مضروبا في الH الجديد الكلي، ويكون لنا بهالحالة المعادلة كاملة نفس المعادلة اللي عندنا. يعني V زائد دلتا V يساوي لنا باي R زائد دلتا R الكل تربيع مضروبة في H زائد دلتا H، وهذه هي نفس المعادلة حقيقة. كل ما سويناه أنه وضفنا الزيادات بالفي وضفنا الزيادات بالR وزيادة بالH، هذول المعادلة مالت. هاي المعادلة هسه راح نحاول نشوف إذا فتحناها، هذا دخلنا الباي للداخل، هذا فتحناه، هذا المربع فتحناه، راح يصير R تربيع زائد 2 باي R، عفوا 2 R دلتا R زائدا دلتا ار سكوير اللي هو مربع الاول زائدا ضعف الاول في الثاني زائدا مربع الثاني. هنا عندنا هذا نفسه نزل لنا هنا، راح نفتحها معادل القوس، نفتح القوسين نضرب القوسين راح يطلع لنا هذا المضروب مال، هذا المضروب مالهم كله. اذا جينا حقيقه انا عندي من المعادله السابقه الفي تساوي لنا باي ار اتش سكوير، لو نجي على اي هذا الباي نضربه بهذا الجزء اي هذا هنا، فحقيقة هذا باي ار سكوير اتش، فنقدر هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء من المعادلة ان نحفه وير في، وما يتبقى راح يساوي لنا هو يساوي لنا الدلتا في. فهسه راح نشوف اذا ما تبقى هو دلتا في يساوي لنا باي في هذا الباقي كلية عاد اي هذا الجزء لانه هذا شيء هنا، هذول البقية كلهم نزلوا مثل ما هم. ليش؟ لانه اختصرنا هذا الجزء هذا جزء وهي هذا الجزء، فطلع بقت لنا باقي المعادله هو هذا بقى. فاذا راح تبقى لنا المعادله شكل، راح نبسط المعادله نظل نبسط بها، راح يطلع لنا هذا القيمه، راح تطلع لنا هذا القيمه الدلتا في تساوي لنا هذا. وبما انه دلتا ار ودلتا اتش قلنا هم صغيره جدا صغيره جدا، فاذا هذا راح اقدر امشي به الى ان اوصل الى انه دلتا في يساوي لي هاي القيمه تقريبا، هذه القيمه تقريبا. وهذا لو نيجي يعني نشوف ببساطه هنا راح نلقى هذا اكو عندنا هاي القيمه تشبه لنا دلتا في على دلتا ار، وهاي بالضبط باي ار سكوير تشبه لنا دلتا في على دلتا اتش اللي طلعناها بالقبلها. اذا نرجع هسه نلقاها هذا كانت دلتا في على دلتا ار يساوي لنا 2 باي ار اتش، دلتا في على دلتا اتش باي ار سكوير. فاذا هذول راح نرجع نعوضهم مره اخرى في هذا المكان، هنا نخلي بديلا عن هذا بدل عن هذا وهذا بدل عن هذا وهذا بدل عن هذا. فاذا النتيجه اللي طلعت لي هذا دلتا في تساوي دلتا في عفوا مشتقة في نسبه الى ار في دلتا ار، ومشتقة في جزئية نسبة إلى H في دلتا H. هذا حقيقة القانون اللي حصلناه راح نطبقه في تمرين أو في مثال عملي بالأرقام، راح نشوف كيف نستفيد من هذه القاعدة اللي حصلنا عليها، إنه أنا إذا عندي قيمتين
شلون راح اقدر استفاد منه بهذا الحال. اجي على مثال رقم واحد. مثال رقم واحد شو يقول؟ يقول عندي اسطوانه قطرها R والR يساوي لي 5 سنتيمتر وارتفاعها H ويساوي لي 10 سنتيمتر. ننتبه هنا على الوحدات، انا عندي الوحدات كلها سنتيمتر، احيانا تجينا بالمليمتر، هذا مليمتر وهذا سنتيمتر، لازم اوحد الوحدات لان المساحه. فاذا هنا يقول R 5 سنتيمتر، H 10 سنتيمتر. Find the approximate increase in volume، يريد التزايد بالحجم. وهنا حقيقة احنا نقول increase in volume اذا طلع لنا موجب فهذا زيادة، لكن اذا طلع سالب معناه نقصان. اي سالب، اي بنقول increase، اذا طلعت increase طلع لنا سالب معناه نقصان. فعلى كل حال احنا ساعدنا يقول الزيادة التقريبية بالحجم عندما يكون نصف القطر يزداد بمقدار 0.2 سنتيمتر، 2/10 سنتيمتر، والارتفاع يقل decreases يقل بمقدار 0.1 سنتيمتر. ننتبه هنا على العبارات، هنا decreases وهنا increases، يعني هنا يزيد او يزداد وهنا شنو يقل. خلينا نشوف هذا القاعدة شلون نقدر نطبقها. احنا اصلا عندنا هذا القانون نعرفه، الفوليوم يساوي باي ار سكوير اتش، وعندنا هذا الدلتا في على الدرجه، هذا شفناها وعرفناها بالمحاضرات السابقه كلها الدلتا في. فهذا المشتقه الجزئيه بالنسبه للار، هذا المشتقه الجزئيه بالنسبه للار. اذا اجينا هسه عندنا بهاي الحاله الار تساوي لنا شنو؟ تساوي لنا 5 5 سنتيمتر، الاتش تساوي لنا 10 سنتيمتر. هذا يساوي لنا اذا جينا طبقنا هذا القانون، فهذا 5 وهذا 10، فاذا باي 2 باي 5 في 10 يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا 100، 2 في 5 10 في 10 100 باي. وهذا نفس الشيء راح نجي عليه نقول باي ار نعوض على قيمه ار ونعوض على قيمه شنو؟ قيمه باي في 5 تربيع الار سكوير 5 تربيع 25 باي. فإذا طلعت لنا القيمتين ذولي كلهم بدلالة باي، هذا 100 باي وهذا 25 باي. طيب إذا طلعت لنا بهالقيمتين بهذا الشكل، فهسه الدلتا ار احنا عندنا اللي هو هذا التغير اللي هو الانكريزز 0.2، فهذا نجيبه ننزله هنا دلتا ار. دلتا اتش ننسى هنا ديكريزز، معناها هذا شنو؟ بالماينس ماينس. ليش؟ لأنه كتبناها هناك بعض الملاحظة. ناقص 0.1 ليش؟ لأنه الاتش decreasing او تقل، فيها نقصان تنقص ما قاعده تزيد. اذا هسه راح نرجع على قانون اللي وصلنا اليه، انه قلنا هذا دلتا في على دلتا ار، العفو دلتا المشتقه الجزئيه لهذا للفي على الار مضروبه في دلتا ار، والمشتقه الجزئيه نسبه الى الاتش مضروبه في دلتا اتش. هذا عندنا 100 باي من جبناها نزلناها هنا. ال دلتا ار هي بينه، دلتا ار هي 0.2، وهذا نفس الطريقه نزلناها بس هسه هذا عندنا بالناقص، راح نضرب واحده بالثانيه، فاذا راح يصير التغير بالحجم شو يساوي لنا؟ 17.5 باي، باي نعرفه النسبه ثابته معروفه ورقمها معروف عندنا ونعرفه، فمباشره راح نطلعها دلتا في تساوي لنا 54.96 سنتيمتر مكعب. ولا ننسى الوحدات، احنا عندنا الوحدات هنا كلها سنتيمتر كلها سنتيمتر، فهنا النتيجه يطلع لنا الحجم بالسنتيمتر المكعب. هذا مثال بسيط، فاذا الزياده هي قدرها 54.96% كيوبيك سنتيمتر. لو نجي نشوف انه هذا التطبيق اللي اخذناه على الاسطوانه، لحد الان اخذنا تطبيق على الاسطوانه، بس هل هو هذا يعني يطبق فقط على حجم الاسطوانه؟ لا، اكيد يطبق على اشياء اخرى. هذا اي فانكشن اوف تو اندبندنت، اي فانكشن ينطبق عليه اذا كان عندنا متغيرات اثنين
ممكن أنا أطبق نفس القانون اللي أخذناه. أي متغيرين اثنين، يعني ممكن أنا يكون عندي زيت تساوي لك قيمة متعلقة بأكس واي، عندي دبليو متعلقة بيو في، أي رقم، أي شيء، أس متعلقة بأتش وام، ما عندي بأي إشكال، لأنه هو مجرد أنه أنا عندي function of two independent variables. Any function أي دالة. فراح نشوف هسه، نأخذ الحال إذا زد هذا الحالة، if z is function of x and y، يعني هسه انا عندي z هو function لمن؟ للx والy، الى independent variables، two independent variables، متغيرين. طيب z معناه شنو؟ اقدر اكتبها رياضيا مثل ما كتبت انا function of x y، اكتبها function of x y. الى x and y increases by small amount delta x delta y، يعني إذا تزداد بقيمة قليلة قدرها دلتا أكس ودلتا واي، فبهذه الحالة الزيادة اللي هي دلتا زد أيضا تكون صغيرة جدا، لأنه الزيادة هنا صغيرة فهنا تكون الزيادة أيضا صغيرة. فإذا القاعدة اللي احنا أخذناها، قاعدة الزيادات الصغيرة اللي أخذناها وصلنا لها، أو التغيرات الصغيرة اللي وصلنا لها، ممكن أنا أطبقها هنا. يعني بعبارة أخرى، if z تساوينا function of x and y، ف delta z تساوي لي partial z على x partial x، و delta x partial z على partial y على مضروبة في delta y. فإذا نفس القاعدة اللي وصلت لها قبل شوية اللي كانت هي على حجم الأسطوانة، ممكن أن نطبقها على هذا، على هذا الفانكشن، على هذه الفانكشن. فاذا هنا this is the key of all of forthcoming applications، يعني هذا كل التطبيقات القادمه راح اقدر، هي مفتاح الحل لها، انه هاي القاعده هي تنطبق على اي شيء في اي مكان، وهاي قاعده عامه، فهاي ممكن ان تنطبق على بنفس الوقت اللي طبقتها على اثنين، على متغيرين، ممكن أن أطبقها على function of three independent variables. يعني نفس الحال احنا نعرف إذا طبقناها على اثنين ومشيت القاعدة، أقدر أطبقها على ثلاثة، وممكن أطبقها على أكثر منها. فإذا أنا راح أطبقها على، ممكن أن أطبقها على ثلاث متغيرات. يعني إذا function لثلاثة متغيرات، يعني بدل ما تكون z function of x y، z function of x y و u، x y و s، اي متغير ثاني او ثالث. طيب فاذا اذا عندي z هي function of x و y و w، و x و y و w، بهالحاله راح يصير عندي هذا المشتقه نسبه الى هذا في دلتا نفسه. وننتبه هنا، تغير نسبه الاكس في دلتا x، كل واحد الى المتغير الى دلتا مالته، يعني دلتا x اذا كنا مشتقين للاكس، الدلتا واي اذا مشتقين للواي، الدلتا دبليو اذا مشتقين للدبليو. فاذا بس الكل هم زد مشتقه الى الاكس مضروبه في الدلتا اكس، زد مشتقه الى الواي مضروبه في الواي، زد مشتقه للدبليو مضروبه في الدبليو. فهذه هي القاعده عامه ونقدر نمشي على اساسها ونمشي بها. فنقدر اذا هنا احنا لازم نعرف انه القاعده التي تنطبق على 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 حالتين ممكن أن تنطبق أو أوسعها إلى أن لا أي عدد ثاني أريد أطبق عليه. فإذا هذا الثلاثة ممكن أسوي أكثر من هذا. نجي نأخذ مثال لهذا الحال. هسه نأخذ مثال على شغلة نعرفها بالكهربائية وقريبة من اختصاصنا، يعني هي عندنا التيار I يساوي لنا V على R، فرق الجهد على المقاومة. هذا القانون قانون أوم معروف، يعني من القوانين المعروفة. فإذا كانت إذا كان فرق الجهد الفولت هو 250 فولت، فرق الجهد 250 فولت، والمقاومة R 50 أوم، أريد ما هو التغير، ما هو التغير، مقدار التغير بالتيار الذي ينتج
عن زيادة قدرها 1 فولت بفرق الجهد. وزيادة أيضا هنا نلاحظ على عبارة increase و decrease، زيادة هنا زيادة 1 فولت in V and increase of 0.5 ohm in R. فإذا عند الحالتين بها زيادة، ال R بها زيادة 0.5 وال الفولتية بها زيادة بمقدار 1 فولت. نجي هسه احنا لازم اول مره نعرف انه احنا بهذه الحاله شنو عندي. الاي هو فانكشن الى الفي والار، فاذا هو يعتمد على الاثنين، لانه الاي اذا زادت الفولتيه يزداد واذا قلت الفولتيه يقل، وهنا بالعكس اذا زادت المقاومه يقل واذا قلت المقاومه يزيد، لانه هنا عكسي وهنا طردي. فاذا بكل الاحوال هو انا عندي هو فانكشن لهذا وفانكشن لهذا، فانكشن لهذا وفانكشن. فاذا هو معتمد على الاثنين. فاذا هسه اذا جينا على دلتا اي راح تساوي لنا دلتا اي تساوي لنا المشتقه الجزئيه لاي نسبه الى في مضروبه في دلتا في، والمشتقه الجزئيه لاي نسبه الى ار مضروبه في ار. وهاي القاعده العامه مالتنا، بس مجرد غيرنا من الرموز صارت عندنا رموز مختلفه. فاذا هذا اذا اردت اطبقه راح اجي اشوف المشتقه الجزئيه نسبه للاي نسبه الى الفي، او بهالحاله اذا اخذنا الفي معناه شنو؟ معناه عندي الار كونستانت، الار ثابت، فراح اشتق الى الفي واعتبر الار ثابت، وهنا راح مشتقه الفي هي 1، فراح يبقى لي 1 على ار، فنزلت لي 1 على ار. في حين الحاله الثانيه اللي هي المشتقه الجزئيه للاي نسبه الى الار راح اطبق عليها قاعدة القسمة، لأن الآر عندي بالمقام، صايرة الآر بالمقام، أو أقدر أقول هي قيمتها آر ماينس 1 وأشتق آر ماينس في في آر ماينس 1 وأشتق. بهالحالة راح يصير عندي الفي هو ثابت، الفي هو الثابت، والآر ماينس 1 راح يصير لنا آر تربيع بالماينس، فراح تنزل جوا يصير لكن هنا شو راح يصير عندي؟ راح تصير عندي القيمة هنا بالماينس، هنا يصير ماينس. ليش؟ لأنه عندي الآر إذا صعدتها فوق راح تصير R ماينس 1، القوة ناقص 1. فإذا القوة ناقص 1 معناها راح أجيب الناقص 1 أنزله هنا، وهاي ترفع إلى ناقص 2 فنزلتها لجوا صارت V على R تربيع، V على R تربيع. هذا المشتقة الجزئية لهذا، المشتقة الجزئية لهذا، راح أجيبهم دول الاثنين ومصعدهم هنا وأطبق القانون، هذا أجيبه هنا بدل عن هذا، وهذا أجيبه هنا بدل عن هذا، وأطبق القانون. اذا راح يصير عندي الدلتا هاي راح تساوي لي 1 على ار، جبت هذا المكان هذا وجبت هذا المكان هذا، بس لا ننسى الاشاره هنا. ليش؟ لان انا عندي هنا زائد، لكن هذا اشارته ناقص، فنزلت هنا عندي الاشاره صارت ناقص. فاذا طلعت لي هذا القانون بالنتيجه النهائيه اللي حصلتها. من حصلت هذا القانون راح اجي اطبق. ليش؟ ايش راح اطبق؟ انه انا عندي الار هو 50 والفي 250 والدلتا في 1، وهذول جبتهم كلهم من هنا نزلتهم هنا. فراح يصير عندي الحاله بالشكل التالي، انه راح يصير تطبيق مباشر، تعويض واحد عن الثاني، واحد عن الثاني، واحد عن الثاني، انزلهم. راح يطلع لي الناتج النهائي، وانتبه عليه هنا، ناقص 0.03، ناقص 0.03، معنى التيار ينقص. فاكتب decreases. ليش؟ لو كانت الاشاره زايده، عفوا لو كانت الاشاره موجبه كان قلنا زياده increase by 0.03، لكن انا شنو عندي هنا؟ الاشاره ماينس، فصار decreases by 0.03 امبيرز. فاذا راح يصير عندي نقصان بالتيار قدره 0.03 امبير. هذا المثال مالنا اللي اخذناه على الكهرباء. نجي نشوف مثال اخر، مثال رقم 3. مثال رقم 3 هنا عندنا ما منطين سبب ولا منطين، بس منطين راسا قانون. منطين قانون راسا. اذا اف واي تساوي لنا دبليو اس تكعيب على دي 4. هذا يعني عندي تكعيب وعندي قوه 4، بس قانون هذا راسا مباشره انطاني بدون ان يقول لي تيار وكهربائي وكذا. راسا قال لي قانون عندك هذا الواي يعتمد على 3 اشياء اللي هي هذا 1 2 3، بس هسه احنا وسعنا الاستخدام الى 3 متغيرات. يعني واي فانكشن اوف
ثلاث متغيرات. يريد find the percentage، لا ننسى هاي percentage increase، يريد الزيادة النسبة المئوية، يعني نسبة 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 مئوية. In y when w increases by 2%، أيضا نسبة مئوية، هنا كل شيء عندي نسبة مئوية واحدة 2%. الاس decreases by، هذا increase زيادة، هذا decrease نقصان، هذا يعني دا يزداد، هذا دا ينقص. الاس decreases by 3% and d increases by 1%. فإذا أنا هذول اثنينهم عفوا ثلاثتهم عند ثلاث عوامل لازم أعرف شلون أشتغل وياهم، ثلاث عوامل أشتغل وياهم اللي هم واحد اثنين ثلاثة وهذا الناتج النهائي. خلينا نجي نشوف هسه، احنا لازم نلاحظ انه ال y function 3 variables مثل ما قلنا w s و d. فاذا القاعده راح تصير عندي، راح تصير عندي مو اثنين، راح تصير ثلاثه. القاعده العامه اللي هي دلتا y تساوي لنا مشتقه الجزئيه ل y على w، وفي دلتا w هو المشتقه الجزئيه لل y نسبه الى ال s في في دلتا s، والواي كذلك في دلتا نسبة الى دي في دلتا. فهذه القاعدة العامة صارت، لأنه احنا قلنا نقدر نمددها إلى ثلاثة نسويها ثلاثة، اثنين نسويها اثنين. فإذا هسه عندنا ثلاث متغيرات فسويناها ثلاثتهم المتغيرات ثلاثة. نبدي هسه عندنا القيم معروفة عندنا، راح نشتق كل واحد اشتق جزئيا، وتعلمنا المشتقة الجزئية بالأساس احنا عرفناها، نشتق هاي نرجع على المعادلة الأصلية ونقعد نشتق جزئيا لكل واحد منهم. اشتقينا لكل واحد منهم وطلعنا المشتقات النهائية، طلعت لنا هاي المشتقة وطلعت لنا هاي المشتقة وطلعت لنا هاي المشتقة هاي، بس هاي طلعت لنا بالسالب، لأن مثل ما قلنا عندنا القوة هنا أربعة ما صعدناها فوق، فصارت عندنا نفس الطريقة مال الاشتقاء. نجي هسه، فإذا طلعت لنا هاي النتائج بالشكل النهائي، وجبناهم عوضناهم أيضا هنا، عوضنا هاي القيم هنا، جبنا هاي قيمة هذا الدلتا نزلنا مكانها وصار عندنا يعني، فصارت عندنا بهذا الشكل اللي هي هاي نزلت هنا في دلتا دبليو، وهاي نزلت نفسها ايضا في دلتا اس، وهاي نزلت نفسها المشتقه في دلتا دي. فاذا هذول الثلاث مشتقات اللي هم ثلاث مشتقات الجزئيه، مره اشتقينا للدبليو، مره اشتقينا للاس، ومره اشتقينا للدي، وقلنا اي واحد نشتق الى الاثنين الباقيات نعتبرهم شنو؟ نعتبرهم توالي. اذا اشتقينا للدبليو راح يصير عندنا الاس والدي ثابت، اذا اشتقينا للاس الدي والدبليو ثابت، إذا اشتقينا للدي دبليو والاس ثابت. فإذا هذول طلعت لنا النتائج، وبعد أن عوضنا ورجعناها لهنا طلعت لنا هاي النتائج. إذا هسه راح نلاحظ إنه عندنا القيم مال دلتا دبليو، دلتا اس، ودلتا دي. هنا قلنا احنا قبل شوية قلنا فوق قلنا هذول عندنا كتبنا بيرسنت بيرسنت بيرسنت، حقيقة هو بيرسنت، هي مو مباشرة، وإنما شنو قايل بيرسنت، هذا على هذا، هذا على هذا، على بيرسنت. بس هل 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 صحيح أن نكتب بهذه الطريقة؟ رأسا نكتب 2 على 100 دلتا على دبليو، رأسا دلتا دبليو تساوي لنا 2 على 100، 2 على 100 من شنو؟ ما عندنا 2 على 100. هل صحيح أن تكتب بهذه الطريقة؟ بعض الطلبة يخطئون ويكتبوها رأسا مباشرة بهذا الشكل، لا هذا مو صحيح حقيقة. أنا مبدئيا اللي قدام أقول لكم هذا مو صحيح، لأنه هذا ما يجوز، ما يجوز. السؤال هو هنا is it true to say that دلتا دبليو تساوي 2 على 100، 2 على 100 من شنو؟ دلتا اس ناقص 3 على 100 من شنو؟ نفس الكلام. فهسه راح نشوف الجواب يجينا شنو؟ No it is not correct، وهذا غير صحيح. ليش؟ لأن دلتا دبليو، دلتا دبليو هي ليست 2 على 1 على 100، ليست 2%، 2 على 100، 2 على 100 من شنو؟ ولا هذا يعني هي 2% من دبليو، من دبليو، لانه هو دلتا دبليو هو من دبليو، فاذا اكتب 2 دبليو على 100 وهذا يكون صحيح، هذا يكون صحيح. المفروض تنكتب ايش تساوي لي 2 دبليو على 100 وهذا صحيح، وليس 2 على 100 وماشي وانت ماشي، لا ما يجوز، ما يجوز. فتكتب 2 دبليو على 100، وبنفس الطريقه نفس الشيء، يعني نجي على الباقيات نفس الشيء، ناقص 3 على 100
ما صراحة تكون عليه يعني معناها شو يساوي لنا ناقص 3 اس على 100، وهذا نفس الشيء الدلتا دي يساوي لنا دي على 100. ليش؟ هذا 1% لانه هو 1%، اذا نتذكره هو 1% مكتوب كان 1%، هنا هو 1%. فبما انه 1% فاذا 1% او راسا نكتبه مباشره، نكتب الدي وننزله راسا دي على 100. فهذا الحاله اللي هو هذا الشكل. فاذا انا راح اجي اعوض مباشره بعد تعويض يعني مباشر، تعويض مباشر هذا راسا نزلت هذول القيم، وراح اجي اعوض الاس قيمه الاس وهذا على قيمه هذا، يعني كل القيم نفسها، راح يطلع لي هذا الرقم هذا الخارج اللي هو اصلا انا عندي هذا موجود، هو اللي هو شنو دبليو اس تربيع على دي 4، اللي هو اصلا حقيقه هذا هو نفسه الواي، هو نفسه يساوي من الواي. فاذا راح يطلع لنا واي ناقص 11 على 100، فراح شنو يعني صرنا راح يساوي لنا ناقص 11% اوف واي. بنفس الطريقه انه انا عندي واي بالخارج مثل هذا نفس الشيء، 2 شلون 2 دبليو على 100، هذا راح يصير لنا واي ناقص 11 على 100 من واي، معناها الواي تتغير بالنقصان بمقدار 11%. فاذا اذا قلنا بالنقصان معناها نكتب شنو نقول واي ديكريزز باي 11%، واي ديكريزز باي 11%، وهن 11% معناها 11%، فهذا واضح ومعروف بالنسبه لنا. هسه عندنا تمرين بسيط للمراجعه، مراجعه التمارين اللي موجوده عندنا. هذا التمرين نحاول نحله ونشوف نفسنا مدى استيعابنا للماده بشكل كامل، واذا صار عندنا اي اشكال بي او عدم وضوح فيه فنقعد نراجع المحاضره مره ثانيه. وهذا ايضا مثال على قضيه كهربائيه على الباور اللي هو يعني باستخدام هذا القانون البسيط اللي هو P يساوينا A سكوير على R، والE منطينا قيمتها والR منطينا قيمتها ومنطينا الباور اشقد، واشقد يصير عندنا اذا كان عندنا دروب بالفولتية بمقدار 5 فولت، والE بمقدار الR عفوا الار اذا صار عندي بها زياده بمقدار 0.2 اوم. هذا السؤال بسيط يعني حقيقه وسهل حله، بس مع ذلك للمراجعه وضعنا هذا السؤال حتى نتاكد منه، حتى نقدر نعبر على الخطوه القادمه ان شاء الله بالمحاضره الجايه. شكرا لكم لحسن استماعكم، وفي حاله وجود اي استفسار بامكانكم الاتصال على ارقام عفوا على العناوين البريد الالكتروني المبينه امامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.